اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
حودا ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا من حما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من حما نسينا وعلمنا
من حوما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حوما نسينا وعلمنا من حوما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حوما نسينا وعلمنا من حوما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من حوما نسينا وعلمنا من حوما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما تعلم بها ومصلحا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أوقع علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عالم سر منا لا تهدي بستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.